بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا موجودين هنا في منفذ مهم، نبعث رسالة الى كل الفاسدين. اليوم احنا مرحلة اعادة النظام والقانون، هذا المطلب وليس مطلب الحكومة فقط، وانما مطلب الشعب، الكتل السياسية، الفعاليات الاجتماعية والحكومة. هذا المال اللي ينهدر تحت عناوين متعددة راح وقته. وبلغ كل العاملين في هذا المنفذ اليوم جينا مرحلة جديدة، مثل ما وعدت بموضوع المنافذ اللي هو تحول مع الأسف الشديد إلى وكر ومعبر وموضع قدم الفاسدين. عندنا ثلاث مناطق: الحرم الجمركي اليوم يكون تحت حماية قوات عسكرية، وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز على الحرم الجمركي. النقطة الثانية أثبتت الجوانب الإدارية في الجمارك لكي نحمي المال العام ونحارب الفساد. النقطة الثالثة هم الأشباح الموجودين في الحرم الجمركي. ها رسالة واضحة، السيد مدير منافذ موجود، عندك صلاحيات البحث عن الأشباح الذي يستفز ويبتز التاجر الوطني العراقي أو رجل الأعمال. عليكم مسؤولية، هذا المال مال الشعب وليس مال